السلام عليكم، انا تنبيعون شريف بالسجائر بالتقسيط. فقت مع الصباح تفاجأت لقيت السجائر تزادوا، وين ستون تزاد فيها 2 دراهم، ماربورو تزاد فيها 2 دراهم، ماركيز زاد فيها 50 سنتيم. ايوا والكليان تا هو كيقول لك واه زادوا في الكارو، تيقول لهم زادوا في الكارو، حنا ما زدناش في الكارو، تبيع بنفس الثمن. اللي مدمن على السجائر شحال ما درتي ليه الثمن ياخذ السيجاره، خصو يقاد دماغه ما تيهموش. تقول لي 3 دراهم ياخذ 3 دراهم، تقول لي 4 دراهم ياخذ 4 دراهم، حتى كمي كارو ديالو عادي عاد كيفكر شنو دا. دابا مثلا انا كنت كان باغ اكزومبل كنت وين كنا تربح فيها مثلا 15 درهم، دابا زادوا فيها وليت كان ناقصه 2 دراهم، وليت كنربح 18 درهم. ولا لا ماربورو كذلك مثال، لا ناقص 2 دراهم، كنت كنربح 15 درهم، دابا وليت كنربح ناقص 2 دراهم، حيت زاد 2 دراهم، حيت انا السيجار تندير لها 2 دراهم 2 دراهم 50، ما زدتش البري، بقى البري هو هو، وما ضيع والو، اللي في رزقتي يجيبها الله. 2 دراهم جدران في طباجون، هما ماركيز طابا نوار 10 ريال. ايوا واش على حساب الناس، انا ما كنستعملش كارو، انا ما كنكميش، على حساب الكليان كيتقبلوا صافي، كيتقبلوا الكليان صافي، ما كاينش اش غايقول، ما عنده ما يقول، صافي جدران صافي كيخلص كارو. كارو واخا يزيد اللي زاد ضروري ياخذ كارو، ما يقدرش يتسي الا كاع اضطر يدير شي حاجه، غيهبط من وينستون، يقدر ياخذ ماركه ناقصه طايحه، يهبط الماركه فوالا، ما بقاش ياخذ ماربوري، غيولي ياخذ بحال كولواز بحال اللي طايحين ثاني، ما يقطع ما يقدش. لا حنا ما عندناش الارباح في هذا الشيء، 50% 5% شناهي 5%، ما كاينش ارباح، حنا ما كنربحوش والو. 5% شنو هي 5%؟ خصك تضرب على لا كونتيتي كبيره باش تقدر، هادشي علاش كيديروا كاع صحاب الكارو كيضربوا على كونتيتي كبيره، خصك تحط زعادات ديال الفلوس باش يلاه يخلي لك شويه، اما بالنسبه لا بياس ما كاينش. ودابا الانسان اللي مدمن صعيب، انا الوالد ديالي كيكمي الله يعفو عليه، خوالي حتى انا دوزت واحد المرحله وقطع شويه، يعني صعيب. الا كانت عنده العزيمه باش يحيدوا راه ما كرهناش، انت كيما كتشوف هاد العميم هذا راه باغي يحيدوا، عنده مستقبل راسو عامر ولكن ما عندوش القدره، علاش؟ حيت تابعينه بزاف ديال المشاكل، كيتلقى الكارو كتساوي نص كيلو اللحم، ومع ذلك غتلقى الانسان غادي كيقلب على الكارو في ما كان، واخا يديروا ليه 100 درهم يديروا ليه 3000 ريال غيبان لك بنادم غادي كيقلب عليه، علاش؟ حيت صافي داك الشيء دخل مع الدم ما يبقاش، حيت الادمان راه موضوع اخر هذاك، فهمتيني؟ طرقوا ليه مواضيع اخرين، غير هو دابا قلتوا على موضوع التدخين الزياده، راه الزياده راه غير طبيعيه. هذه شي 30 عام وانا كنكمي، وديما هما الزياده ديما زايدين في اي مجال، ماشي غير في الصغير، ماشي غير في الكارو، غير السجائر. كل شيء بزاف على المواطن، المواطن هاد 2 دراهم هاد الزياده في الكارو كامله بزاف، ماشي معقوله. وانا ما فراسيش حتى اليوم قلتيها لي دابا، ها ما يمكنلكش تحبس التدخين، واخا فرصه ما يمكنلكش، لانه ما عارفين هاد الفيروس، هذا فيروس مدفون معاك، ما غاديش تقوقع فيك البلاد ديال الكارو. دابا كاين اللي ما عندوش مقدوره باش يشري الكارو، ما خدام ما خدام، ما عنده لا دخل لا والو، كيمشي يشري الديتاي ولا يسعى يضطر باش يسعى الكارو شي واحد، حرام عار زياده في كل شيء، ماشي غير السجائر. ثمن سكيل ديال الهم ما غاديش يمكن لك، يمكن لك لي فيمور كلهم بصفه عامه واحد 80% يخلي الماكله ويمشي يكمل، واخا الثمن، واخا الثمن كما بغى يكون، وغيضطر يمشي يسعاه الا ما عندوش ولا يشري الديتاي. ممكن هذه راه معروفه بالزياده غادي يزيدوها، يعني هو الزياده بنادم يحاول ينقص منه ما عندك، ماشي مشكل، الزياده راه ديما كتكون زياده، راه هما ما كيعلنوش على الزياده، هذه هي الفرصه ان واحد فيجي يتحدى راسو ويحيدو، وان شاء الله ويدير واحد العزيمه ويقطعوا مني انا وجبد، انا تنكمل تنتمنى الله سبحانه وتعالى تاني نحيدو كاع. خسرت بزاف، ماشي خسرت بزاف ديال الفلوس، وخسرت صحتي والله الا 30 عام بالضبط. بحال البارح عندي من 1990 دابا 2020 30 عام فرصه خصني نحيدو، انا دابا وليت كان بحال ما بقيتش هذيك الريحه ديالو، ما بقيتش حامله، وان شاء الله نتمنى الله سبحانه وتعالى يعفو علينا يعفو على جميع المسلمين، حيت هادشي التدخين مضر بالصحه اصلا. اللي كيكميو وقطعوا الكارو، هاد الزياده في صالح الناس اللي كيدخنوا السجائر، باش هادي مناسبه يقطعوا، حيت كاينين الناس اللي كارين وعندهم وليداتهم وهادي، ولكن كيشريو الكارو كيخليو وليداتهم بالجوع. حنا كنتمنوا من جميع المسلمين المدخنين، والله يعفو على جميع المسلمين من اي بلاء ابتلاهم به.